في 17 من أكتوبر عام 2006، تلقت إدارة شرطة نيو أورليونز مكالمة من فندق أومني رويال أورليونز في حوالي الساعة 8:30 مساء. كان الفندق يبلغ عن نزيل رأوه يقفز من فوق الحانة الموجودة على السطح، وسقط من ارتفاع يتعدى 7 طوابق. مات بعد ارتطامه من هبوط على قمة مرآب للسيارات. ظنت الشرطة أن الأمر يحوم حول مسألة انتحار، لكن الرسالة التي وجدت في جيب الشخص قلبت الموازين كلها. لفهم الأمور ونصابها، يجب العودة إلى الوراء قليلاً. كانت إيدي هول فنانة مستقلة ومزاجية، وجدت نفسها في نيو أورليونز بعد حياة قاسية في الولايات الشمالية الشرقية، شاعرة وفنانة وراقصة ونادلة أيضاً في الحي الفرنسي مع مجموعة من الأصدقاء. كانت إيدي هول متعبة من العلاقات مع الرجال بسبب الإساءة التي تعرضت لها في ماضيها. تركب دراجتها عادة حول الحي لتصل إلى حيث تريد أن تذهب، وإلى وظيفتها كنادلة. حياتها كفنانة لم تكن سهلة أبدا، إذ ظلت تحاول الموازنة بين التعبير الفني وأسلوب حياتها الخاصة، إضافة إلى محاولاتها التأقلم. كانت تحاول أن تجد مصدر إلهامها، حيث طوال الوقت تقاتل شيطانها وإدمانها. بينما كانت زاك بوينيفي على الجانب الآخر، شابا جذابا وحسن المظهر ترك انطباعا لدى كل شخص قابله. نشأ في كاليفورنيا. تزوج زاك شابا من امرأة تكبره ب10 سنوات تدعى لانا. كان لديهما طفلان معا، ومن أجل رعايتهما انضم إلى الجيش للحصول على الفوائد التي يمكن أن يوفرها. عندما أخذت لانا الأطفال وقررت تركه، كانت زاك محطما ووحيدا. وجد وظائفا غريبة في جميع أنحاء الحي الفرنسي بعد تسريحه بشكل عام بعد جولاته الخارجية في العراق وكوسوفو. كان زاك بطل حرب يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، وكان بحاجة ماسة إلى مساعدة لم يجدها زاك أبدا. زاك came back damaged. Something was wrong. He was just different. Like emotionless. قابلت إيدي زاك بينما كان كلاهما يعملان في حانة في الحي الفرنسي. كانت تحب أن تمنحه وقتا عصيبا، وأن تلعب دور الفنانة اللئيمة كطريقة للمغازلة. لكنها في الحقيقة كانت مجرد اختبار لمعرفة ما يمكنه التعامل معه. كان لدى إيدي جانب قبيح بالنسبة لها، حيث كانت تعاني من اضطراب ثنائي القطب، وتتناول الدواء بشكل منتظم لعلاج مرضها العقلي، مما تسبب في نوبات غضب لا يمكن السيطرة عليها. إذ إثر تلك النوبات يتذكر العديد من أصدقاء زاك وإيدي معاركا شنيعة خاضها الاثنان في مستهل علاقتهم وقصتهم، التي كانت كبرميل بارود ينتظر أن ينفجر. بعد المواعدة لأسابيع، قررت زاك وإيدي البقاء للاحتماء من إعصار معا في شقتها وسط العاصفة والأضواء الخافتة. وقعوا في حب عميق وعاشوا لأنفسهم في الأسابيع التي أعقبت الدمار في الحي الفرنسي. لقد كان لا ينفصلان وصنعوا اسما لأنفسهم عندما كانوا يقدمون المشروبات الكحولية ووجبات الطعام لزملائهم عابر الطريق. تم تصوير زاك وإيدي للمجلات والصحف الوطنية في أعقاب العاصفة المدمرة، حيث تم إجراء مقابلات معهم حول اختيارهم البقاء في المدينة. شعروا وكأنهم ملك وملكة الحي لبعض الوقت. عندما عاد الواقع وأضيئت الأنوار في المدينة وبدأت عملية التنظيف الحقيقية، أجبرت زاك وإيدي على العودة إلى نمط حياة لم يكونا مستعدين لتجربته مرة أخرى. تراكمت الفواتير وعادت جداول الوظائف والمسؤوليات، وتحولت النيران في منتصف الشارع الذي كانوا يطهون فيه إلى رماد. إيدي فقط أرادت زاك، لم تكن تريد حياته أو مسؤولية أطفاله وزوجته السابقة. انتهى شهر العسل، وكان الألم الجسدي والعاطفي الناتج عن سوء المعاملة مخدرا بشكل طفيف.
بسبب الكميات الهائلة من الكحول والمخدرات التي بدأوا في تناولها خلال الأشهر القادمة. اندلعت مشاكل عنيفة وبدأت علاقة زاك وإيدي في الانحراف بعيداً. ولإعادة إشعال شغفهم، جربوا الحصول على شقة جديدة معاً والبدء من جديد. ساروا في شارع رامبارت وصادفوا شقة للإيجار، وسرعان ما قاموا بتفريغ عدد قليل من الصناديق. ثم ذهبت إيدي إلى المالك وطلبت منه أن يكون عقد الإيجار باسمها، إذ اكتشفت أن زاك كان يخونها، وقررت أن هذه ستكون القشة الأخيرة لقسم ظهر البعير. بالنظر إلى ماضيها مع الرجال، كان هذا وضعا نهائيا وكانت علاقتهما قد انتهت. كتب المالك عقدا مكتوبا بخط اليد، وطلب من إيدي ترتيب كل شيء على أمل أن يعودوا معا. بمجرد علم زاك بما حدث، انقلب قلبا وقالبا. في حوالي الساعة الواحدة من صباح الخامس من أكتوبر، قام زاك بخنق صديقته إيدي حتى الموت. ولأنه كان مخمورا بشدة، نام بجانب جثتها واغتصبها. استيقظ في اليوم التالي وقام بالذهاب إلى العمل. لاحظ زملاؤه في العمل ذاك الصباح أنه يتصرف بشكل غير عادي، مرتديا نظارات شمسية وقبعة، وأصبح هادئا للغاية. على مدار الأيام القليلة التالية، قطعت زاك جثة إيدي في حوض الاستحمام باستخدام منشار وسكين، ونثر قطع جثتها فوق موقد الطهي. قام بقص شعرها ووضع رأسها داخل قدر في مقدمة الموقد، ووضع قدميها الصغيرة ويديها داخل قدر آخر على الموقد الخلفي، ورجلها وذراعيها في صينية شواء داخل الفرن. كانت نواياه فصل العظام عن اللحم كوسيلة للتعامل بسهولة أكبر مع التخلص من جسدها. قال الكثيرون في ذلك الوقت إن هناك نوايا لأكل لحوم البشر، لكن تقارير تشريح الجثة أكدت عدم وجود علامات على ذلك. سأل أصدقاؤها وزملاؤها في العمل عن مكانها عندما رأوا أو اتصلوا بزاك. أخبرهم أنها تركته وعادت إلى ولاية كارولينا الشمالية. تفاجأ البعض لأنهم عرفوا مدى حبها لنيو أورليانز، ولم يتقبلوا فكرة مغادرتها. بينما لم يصدم البعض الآخر لعلمهم أن إيدي يمكن أن تكون غير متوقعة للغاية، وتميل إلى الهروب من المواقف الخارجة عن سيطرتها. لم يعرفوا أن زاك كان يعرف بالضبط أين كانت وماذا فعل بها. في مساء الثلاثاء 17 من أكتوبر، بعدما يقارب من أسبوعين من مقتل وتقطيع أوصال صديقته إيدي هول، قفزت زاك من الطابق السابع في فندق أومني رويال أورليونز، وترك ملاحظة مكتوبة بخط اليد وعلامات كلبه العسكري داخل كيس بلاستيكي في جيبه الخلفي، ومفاتيح بوابة شقة إيدي في جيبه الأمامي. أدت الرسالة الموجهة إلى الشرطة في وصول المحققين إلى منزل مالك عقار إيدي وزاك للاستجواب. بمجرد توجيههم في الاتجاه الصحيح، اكتشفوا بسرعة أن محتويات رسالة زاك كانت صحيحة في الواقع، حيث كان عدد كبير من الصناديق غير المفتوحة والأحلام المحطمة بانتظارهم وهم يسيرون في الشقة المنكوبة. لم تكن هناك رائحة لحم متعفن، وكان الحمام نظيفا من أي دماء باقية. على الجدران كانت الكلمات المطلية باللون الفضي، مثل أنا أحبها، أنا فاشل تماما. وأخيرا تفقدوا الفرن مع سهم يشير إلى باب الموقد. وما اكتشفه المحققون بعد ذلك هو شيء سيبقى معهم لبقية حياتهم. بعد أن قاموا بفتح أغطية القدور وباب الثلاجة الثقيل، كان زاك أحد أفراد الخدمة الفعلية في الجيش العراقي وكوسوفو. لقد أصيب بصدمة من الموت المفاجئ لزميله الجندي، وكذلك وفاة طفل كان صديقا له، قتل بسبب محادثته مع جنود أمريكيين. إذا لم يكن ذلك كافيا، بسبب حذائه العسكري غير المناسب، فقد أصيب بحالة حادة ومؤلمة من أصبع القدم، فبدأ يفشل عمدا في اختبارات صحته ولياقته البدنية،
حتى يتمكن من العودة إلى المنزل ويكون مع أسرته وزوجته المريضة لانا التي تم تشخيص إصابتها بالتهاب الكبد. تم تسريحه بشكل عام وفقد جميع الفوائد الصحية وعاد إلى نيو أورليانز، حيث خذله عقله ببطء أثناء انتقاله إلى الحياة المدنية. كانت زاك يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، كان لهذا تأثير عميق لحالته العقلية التي كانت بالفعل في وضع حساس. مع مرور الأيام والأسابيع والأشهر وتعاطي الكحول والممنوعات بشدة ومع الأعراض المركبة التي تركت دون علاج، هزمت زاك في النهاية على يد شيطانه، وإثر انهزامه ضد مخاوفه راحت أيضا روح إيدي سودان، لتضيع قصة بدأت بحب بين شخصين عانيا الأمرين. فما رأيكم أنتم مشاهدين الكرام؟ لا تنسوا إخبارنا بآرائكم في التعليقات أدناه. إلى اللقاء مع قصة أخرى من قناتكم دهاليز.